بطل قصتنا النهاردة رغم إنه بعيد عن الأضواء، بس مش دايماً البعيد عن العين بعيد عن القلب، وده لأنه موجود في قلب تاريخ نادي الزمالك ببطولاته وإنجازاته اللي مش ممكن تتنسي مهما طال الزمن. بطل قصتنا النهاردة كابتن عصام معوض. وكرة دلوقتي مع نادي الزمالك، عصام معوض ضرب ضربة ساحقة تيجي في حائط الصد، أحمد مصطفى رفع لآخر الملعب وعصام معوض يضربها في حائط الصد. هو واحد من نجوم الجيل الذهبي لفريق الكرة الطايرة في الثمانينات، واللي لعب مع الفريق 7 سنين من 1981 لحد 1987، قدر يحقق خلالهم أكتر من 10 بطولات، منها بطولة الدوري 3 مرات وكمان الكاس 3 مرات، ده غير بطولة إفريقيا اللي فاز بيها 2 مرات وكمان البطولة العربية للأندية. كابتن عصام معوض كان ليه صولات وجولات مع المنتخبات، وشارك في بطولات كتير، منها بطولة العالم للناشئين في أمريكا سنة 1981، وبطولة العالم للجامعات بكندا سنة 1983، ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبطولة العالم للجامعات في اليابان، وبطولة العالم للكبار في فرنسا، ده غير إنه فاز مع المنتخب ببطولة إفريقيا سنة 1983 وكمان البطولة العربية سنة 1986 اللي اتلعبت في الأردن، وفاز وقتها بلقب أفضل لاعب في البطولة. أما عن مسيرته الاحترافية فبتأكد إنه فعلاً نجم كبير يستحق إنه يكون بطل قصة من قصص نادينا العظيم اللي مليانة بالبطولات. عصام معوض لمسيرة احترافية كبيرة في فرنسا بدأت من سنة 1987 ولحد 2001، يعني حوالي 17 سنة ما بين لاعب في أكبر الأندية منها باريس سان جيرمان، واللي حقق معاه لقب بطولة فرنسا قبل ما ينتقل لنادي تور في القسم الثاني، ويساهم بشكل كبير في صعوده لدوري المحترفين واللي اتنقل منه لنادي جويلو تور سنة 1997، وبعد ما اعتزل اللعب اشتغل مدرب للفريق لحد سنة 2001، وده كمان غير انه درب فرق كتير سواء في فرنسا او في مصر، وكمان رئيس لجهاز كرة الطايرة في اكتر من نادي، ومدير فني لمنتخبات الكرة الطايرة الشاطئية. رحلة كبيرة للنجم والاسطورة الزملكاوية عصام معوض في الكرة الطايرة، استحق انه يكون بطل من ابطال قصتنا في ملوك الصالات.